بعد الفجر بساعة تقيأت، رجعت الطعام، هل بطل صومي بذلك؟ الجواب عن هذا أن تعمد القيء هو الذي يبطل الصوم، من استقاء متعمدا بطل صومه، أما من غلبه القيء وذرعه فلا شيء عليه وصومه صحيح. في الباب حديث أبي هريرة وهو في صحيح أبي داود: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي.